لله على السلامة طارق بيه. السلام عليكم. السلام عليكم. قول لي يا طارق، انت واثق من المعلومات اللي جات لنا اخيرا دي؟ مصادرنا يا فندم بلغتنا ان في تحركات غريبه هناك على غير المعتاد. طب تحرياتك يا طارق؟ تمت التحريات. انا شايف ان دي فرصه مناسبه بالنسبه لنا. اكيد سيادتك فاكر اخر شحنه سلاح دخلت البلد عملت فينا ايه وزمايلنا. والمعلومات اللي عندنا بتقول ان دي اكبر شحنه سلاح هتدخل البلد من سنين. الحقيقه احنا مش ناقصين كفايه قوي الاسلحه اللي مرقت البلد الفتره اللي فاتت. عشان كده انا عايز كل القطاعات في الوزاره ترفع درجه الاستعداد. رفعت افندم، انا عاوز ابقى مع الرجاله لحظه بلحظه. تمام يا فندم. ما تقلقش يا فندم، على جثثنا ان الشحنه دي تدخل مصر. على بركه الله، ربنا معاكم. انا كده عملت اللي عليا. للمره الاخيره بفكرك، العملية دي لو ما تمتش لأي سبب انت لوحدك اللي هتشيل. ما تقلقش، كل حاجة معمول حسابها. صباح الخير يا رجالة. صباح الخير. عندنا النهاردة مأمورية كبيرة، هنستهدف شحنة سلاح مطربة. الناس دي يا رجالة عايزين يهدوا البلد، واحنا مش هنسمح لهم. مش هنسمح لشحنة السلاح دي انها توصل بأي تمن. صح يا رجالة؟ صباح الخير. انا عايز كل واحد فيكم يركز في دوره كويس، وإن شاء الله ربنا هيراضينا وهنرجع كلنا بالسلامة منصورين. جاهزين يا رجالة؟ توكلنا على الله. الو، الو.
سيف بيه، في بضاعه ما اتفقناش عليها تقريبا جايه غلط، بضاعه من اللي ما بنشتغلش فيها، تحب ارجعها؟ ترجع ايه بس يا سليم؟ استلم البضاعه ولما ترجع نتكلم في كل حاجه. وماله؟ بس يا ريت لما ارجع يبقى في مبرر محكم. سلام. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هفضل اعلمك لغايه امتى؟ سيف بيحاول يحرج العطارين قدام الشركه بره، ويفهمهم ان سليم مش قادر يحمي الشحنه اللي داخله، جايب رجالته ياخدوا الشحنه. عملت ايه؟ كل حاجه زي ما طلبت يا سيدي. بلغتهم؟ وجاري التعامل كمان. وفي نفس الوقت البوليس على بعد كام خطوه منهم، ولو وصل هيقبض على كل اللي هناك. تم تحديد الهدف يا فندم. حدد لي الموقف. المعلومات طلعت صح يا فندم. هبعت لك دعم في الطريق يا طارق، ما ينفعش يهربوا. ما تقلقش يا فندم. انا عايز افهم كده العمليه تبقى باظت. احنا بنلعب، اللعب لسه بيبتدي ولسه هاي حلاوه. What's going, Smith? We will pay whatever you want. خلينا نتكلم عربي شوية. أنا مش عاوز فلوس. أنا عاوزك أنت والعربيات كلها. ما كنت بعتنا مع الأفارقة دول يا باشا. بدل ما أنت قلقان كده. الراجل اللي أنا بعته والرجالة معاه بياخدوا فلوس في الحاجات دي. ده غير بقى إنه هيجيب لنا كل السلاح. هيخلصنا من عيلة العطارين. مش هتقول لهم ماما. جرى ايه يا سميث؟ انت نسيت انت بتكلم مين؟ سليم العطار. سليم بيه العطار. طارق الدعم في الطريق، اتعامل مع الهدف. ابدا اشتباك كامل. المعلومات اللي وصلت صحيحة يا فندم، وحصل اشتباك. ايوه نوح، الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني بانك ترجع العطارين يقفوا على رجلهم تاني. ايوه يا فندم كله تمام، بس في هدف هرب.
هو انتوا بقى مش هتفهموني اللي بيحصل ولا الموضوع هيفضل بينكم بس؟ تقول له عمي ولا اقول له انا؟ لا فهمه انا دي يا يحيى. شوف يا سيدي، احنا طول عمرنا كعبد ما بنشتغلش في السلاح الطويل زي ما انت عارف. سيف العزازي بقى كان عايز يدخل شحنة سلاح تقيل، لا وكمان ايه؟ كان عايز يلهف شحنتنا ويقضي علينا، وبكده يبقى خرج العطارين من السوق الى الابد، ويبقى ضرب كل العصافير بحجر واحد. احنا بقى خدنا كل العصافير من ايده، وخدنا من ايده الحجر كمان. لا افهم بقى ازاي عملت كده؟ شحنة سلاح كبيرة قوي جاية، وسيف كان عارف ان مفيش حد يقدر يدخل كمية زي دي غير نوح.